بنرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. مشرفنا في السهرة الخاصة دي كابتن محمود عبد المنعم كهربا، وحديث من القلب عن المشوار الطويل اللي لسه مستمر ولسه يمكن اللي جاي أصعب. أنا عارفة أن أنت عندك طموحات وعندك أمال كبيرة جدا مع النادي الأهلي نفسك تحققها. ايه حلم محمود كهربا بعيدا او خلافا يعني او بعيدا عن السوبر المحلي والسوبر الافريقي اللي ان شاء الله يعني يتم تحديد مواعيدهم في القريب العاجل، انت يا محمود بتحلم بايه مع النادي الاهلي؟ لا يمكن لو بحلم يمكن احلامي كتير قوي مع النادي الاهلي. يعني يمكن اول حاجه نفسي ان انا اخد كل البطولات اللي جايه مع النادي الاهلي واعتزل في النادي الاهلي، تعتزل في النادي في النادي الاهلي؟ الاهلي او وافضل في النادي يعني لحد يعني لما ربنا يفتكرني. يعني يمكن ده ده رقم طويل. من احلام عمري ان افضل في النادي الاهلي السنين اللي جايه كلها. يمكن انا لسه 26 سنه، يمكن يعني ربنا يديني الصحه واقدر اكمل سنين كتير يعني ان شاء الله بقى افضل في النادي الاهلي. ويمكن حلمي طبعا يعني في الوقت الحالي ان اخد كاس العالم للانديه. وكأس العالم كاس للأندية ده العالم لسه ده يعني نفسي، يعني انا يمكن حلمي في الوقت الحالي ان احنا ناخد السوبر المصري السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه.